بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ يا جماعة في ليسون 6 إن شاء الله. خلاص أنا مش هتكلم تاني في موضوع مدة الحلقة، لأن زي ما قلت لكم قبل كده أنا بوفر عليكم إن أنت بعد هذا الكورس إنك تروح تعمل سيرش على يوتيوب، إنك تسأل صاحبك على حاجة ما أنتش عارفها، ان الكويشن تقف قصادك فما تلاقيش اجابتها في هذا الكورس. انا بحاول اوفر لكم فيه ايه كل حاجه، اوكي؟ عشان كده ايه هتلاقيني بفصل جامد، وممكن تبقى الحلقه مدتها ايه ما بتقلش عن نص ساعه، وده اقل حاجه انا ممكن ايه اسجلها في الحلقه، علشان اقول لكم على كل التفاصيل وعلى كل حاجه تخص الايكويشن اللي بشرحها او الموضوع اللي ايه موضوع الشرح بتاعنا. خلاص متشغلوش بالكم بمدة الحلقة، بس خليكم عارفين ان انا مش ساب تفاصيل، بخليكم مش محتاجين حاجة. من بعد هذا الكورس مش هتعمل سيرش على جوجل، مش هتسأل صاحبك، مش هتحتاج لحد، وهكذا، اوكي؟ انا كاتب بوينتس كتيرة، بس هي كلها ايه سيمبل بس مهمة، بس سيمبل ومهمة. تعالوا نفتح على طول ايه اكزامبل. اي ثينك ان اي اكزامبل هي ايه هيقضي الغرض، تمام. اول حاجة هنتكلم عنها ناخدهم حتى بالترتيب عشان ما ننساش حاجة. ديليت الهيوج ريكوردز، احنا خدنا قبل كده الديليشن، فاكرين ما عملنا كده وعملنا ديليت؟ ده سهلة. طب ولما عملنا كده وعملنا ديليت برضو سهلة. طيب ديليت، خدوا بالكم بقى، وانا عامل فلتر ديليت، وانا ايه وانا عامل فلتر، مثلا انا هختار اليكس دي واعمل لها ديليت، يبقى انا دلوقتي ايه مفلتر. كنترول هوم، جبت اول الشيت وعامل كده، علمت على الرو، شيفت كنترول داون، وقف عند اول حاجه فيها داتا، داون تاني جاب لي اخر الشيت، اتاكد ان اخر الشيت اهو، بعمل ديليت. لو لاحظت هو بطأ سنة، هو الشيت ده مش كبير قوي، بس انا هديكو اكزامبل. يعني الشيت دوت احنا فين ده؟ 1,039,000. ايه ده؟ هو الشيت مش كبير فعلا يعني. المهم يا جماعة، الفكرة ايه في موضوع الديليت للهيوج ريكورد؟ الفكرة ايه في موضوع الديليت للهيوج ريكورد؟ اما يبقى عندي شيت 600,000 700,000 مليون ريكورد، الفكرة ان لما بدلت مجموعة كده وبيبقى فيها في الوسط فلتر دروز، هو بيعدي على كل رو سواء فلتر او نان او نوت او نون ايه فلترد، ويشوف اللي مش فلترد يدلته واللي فلترد يسيبه. يعني ايه الاكزامبل اللي احنا كنا فيه ده؟ باك. بصوا يا جماعه، انا ايه مفلتر على اليكس، وفي حاجة تانية ما خدتهاش معايا، جيزة ومبابا. المهم هو دلوقتي انا قايل له ايه يدلت، هو دلت 6 7 8 9 24. يعني انا بقرا الايه الريكورد نمبر، اوكي؟ ده اسمه الريكورد نمبر، اللي هو الارقام اللي على الشمال دي. طيب هو 9 دلت 9، هل على طول راح ل 24 يدلت؟ لا، عدى على 10 لقاه فلترد فسابه، عدى على 11 لقاه فلترد فسابه، 12 13
لغايه ما وصل ل 24. انا عايز اقول لكم ان هو بياخد وقت في الحاجات الفلترد اكتر من وقته في الحاجات النون فلترد، لان انا مدي له اوردر على النون فلترد اللي هي الحاجات اللي ظاهره قدامي اللي هم الشويه دول، قايل له فلتر لي دول، فبيعدي على الفلترد يلاقيها فلترد فيسيبها فبيضيع وقت. خلاص انا الشيت بتاعي ده، الشيت بتاعي ايه 221 ريكورد، واخدين بالكو؟ الشيت بتاعي ده 221 ريكورد، حاجة ايه بسيطة. لكن انا لما اتكلم في شيت ده كله على بعضه ايه 8000 ريكورد، لما اتكلم بقى في شيت 800000 ريكورد ولا 900000 ريكورد، وبقول للاكسل اللي بديله اوردر ان هو يعلي يعدي على ريكورد ريكورد، وانا فاكر ان انا بدلت شويه روز قليلين ولا بدلت ريكوردز قليله، الاكسل هياخد كتير جدا لانه بيعدي على رو، وممكن الشيت يهانج منك لو 800000 ريكورد ولا 900000 ريكورد، ان شاء الله يكون بتدلت 5 6 ريكورد بس، واحد مثلا في الاول، واحد في النص، واحد في الاخر، انت كده هتخلي شيت الاكسل يعدي على الريكوردز كلها. طيب الحدوته ايه؟ ادلت ازاي في يعني في هيوج ريكورد؟ مش لازم اللي انا بعمل له ديليت هو اللي يبقى هيوج ريكوردز، لا، الشيت هو اللي فيه هيوج ريكوردز. الفكره، اللقطه اللي انا عايز اوصلها لكم، هو الشيت ده مش مظبوط، بلاش الشيت ده خالص، خلونا في الشيت ده، ده الشيت الأصلي بتاعنا. خلاص نختار حاجة نديليت عليها الجفرنوريت، أنا عندي الجفرنوريتس كلها. خلاص زي ما اتفقنا، أنا لو اخترت مثلا كايرو، واخدين بالكم من الشكل عامل ازاي؟ ماشي، هنا منتظمة 144 نط المية ل 157 وهكذا، 168 نط ل 303، فشيت الاكسل هيعدي على كل الهيدن روز ويسيبها، وده اللي بيعطل ايه شيت الاكسل. فتخيلوا بقى لو شيت الاكسل ده واصل بدل ل 8000 700، تخيلوا لو واصل لايه ل 800000، فطبعا الشيت هيهنج، ممكن ياخد وقت كبير جدا، وغالبا هيهنج ومش هيكمل اصلا الديليشن يعني. طيب حلها ايه؟ بمنتهى البساطة، أنا فين الجفرنريت اللي كنت بعمل عليها ديليت؟ يا راحت فين يا جماعة؟ بريك جفرنريت اهي. بص، بتيجي تعمل سورت اي تو زد او زد تو ايه، مش فارقة، هو مش راضي يعمل سورت ليه؟ عشان في ميرج سيل، خدوا بالكم بقى، ادي لقطة جت لوحدها، مفيش سورت وفي ميرج سيل، لازم تفك الميرج، لازم تفك الميرج وبعدين تعمل سورت. خلاص ليه؟ لان الكولمز البلانك اللي كانت تحت بعضها، الكولمز البلانك اللي كانت تحت بعضها اختلفت، اتنين جم هنا وهنا ودي جت في النص، فما فيش سورت وفي ميرج. خلاص لقطناها دي، ماشي. المهم انا عملت سورت، طيب المفروض انا عايز اعمل ديليت للقاهرة، لمحافظة القاهرة. طيب هو أنا بشوف القاهرة فين؟ كايرو أهي، وأفضل ماشي بقى من أول القاهرة خلاص لغاية ما أخلص القاهرة دي، وأفضل ماشي مع القاهرة لغاية ما أخلصها، واخدين بالكو؟ وبعدين إيه؟ اعمل ديليت. الفكره ايه؟ ان هنا انا عامل سورت ومش عامل فلتر، فالقاهره جايه لي كلها ايه ورا بعضها، فالقاهره جايه لي كلها ورا بعضها. خلاص طيب لما سلكت القاهره كلها وانا مش عامل ديليت، وانا مش عامل فلتر، واجي اعمل ديليت على طول الريكوردز ورا بعضها، فبيدلت ايه مباشرة ما بيتأخرش.
فبيدلك مباشرة ما بيتأخرش. طيب دلوقتي إذا كان الشيت 8000 ريكورد وأنا عمال أسلكت القاهرة قد كده وما خلصتش. المهم تعالى بس نجرب الديليت الأول أهو في لقطة واحدة، لأنها كلها إيه ورا بعضها، لأنها كلها ورا بعضها. طب الشيت لو 800000 ريكورد، ده أنا في 8000 ريكورد وقعدت أختار في القاهرة قد كده، 800000 ريكورد هقعد بقى لبكرة أختار في القاهرة. لا، ما هي ليها فكرة تاني، إنك بعد ما تعمل سورت تعمل فلتر. رجعنا للكلام القديم، لا، لأن القاهرة كلها سورتد ورا بعضها، فالفلتر يا إما هيبقى قبل القاهرة هنا كده، يا إما هيبقى بعد القاهرة هنا كده، والروز اللي أنا عامل لها سيليكشن دي مش هيبقى وسطيها إيه؟ أي رو هيدن ولا أي رو فلترد، هيبقى الفلتر قبل وبعد. خلاص؟ عشان ننهي الجزئية دي وما نطولش فيها. شوط طويل، عايز اعمل ديليشن، اعمل صورة الاول وبعدين اعمل فلتر. لو كام ريكورد قليلين عملت صورة هتشوفهم جنب بعض القاهرة دي فتعمل لها سيليكشن وايه وتلغيها. طب هي كتيرة، يعني انا هو خلصت القاهرة عشان ريكوردز قليلة، لكن لو الشيت كبير هتبقى ريكوردز كبيرة، لا اعمل صورة هكذا وبعدين اعمل فلتر، فانت تضمن ان القاهرة اللي جات لك دي الفلتر روز والهيدن روز قبليها وبعديها، ومفيش في النص، فالديليت مش هياخد وقت. فالديليت ايه؟ مش هياخد وقت. خلاص؟ تو ديليت هيوج ريكوردز، او هتدلت ريكوردز قليله بس في هيوج شيت. خلاص، الفكره ان هو شيت هيوج، فانا مش عايز اقول للاكسل عدي على رو حتى الهيدن روز والفلتر روز. خلاص، صرت وبعدين فلتر وبعدين دلت، هيدلت معاك بسرعه والشيت مش هيهنج. خلاص كده، يلا سريعا خلصنا دي. زوم الهول بيج دي حاجة فيري سيمبل يا جماعة، يعني ايه؟ لا بالكلام صغير وانا عايز اكبره. في هنا بص، هو الاكسل اللي عامل لك زوم اهو، انك تكبر الشيت او تصغره بحيث تعرف تقراه زي ما انت عايز. تصغر عشان مثلا ايه، عايز رسمة كلها تيجي في فيو واحد تشوفها كلها على بعضها، وهكذا يعني، وهكذا. اوكي، تكبر او تصغر من هنا من الزوم، دي حاجة ايه سيمبل يعني، بس للي عايز يستخدمها يعني. طيب انا عملت هنا حاجة وما قلت لكمش عليها، بص يا جماعة، اما احب اعمل سيرش انا مش عايز اي حركة اعملها بالماوس او الكيبورد او اي موف او اي حاجة انا بعملها غير ما اقول لكم عليها، هي دي التكات اللي انا اقصدها، هي دي التفاصيل اللي انا مش عايزكم تدوروا بره عليها. خلاص، انا وقفت على الكولم بتاع الجفرنريت نعلم عليه. خدوا بالكم من الحته دي يا جماعه، خدوا بالكم من الحته دي في ايه. اثناء التسجيل انا ظابط البروجرام ان اي كليك يمين، اي كليك يمين بتدي ضوء ازرق، اي كليك يمين انتوا هتلاحظوها بتدي ضوء ازرق، اي كليك شمال بتدي ضوء احمر، اي كليك شمال بتدي ضوء احمر. فانتم ما تشوفوا ضوء ازرق عند الماوس تعرفوا ان انا بعمل كليك يمين، اما تشوفوا ضوء احمر عند الماوس تعرفوا ان انا بعمل ايه كليك شمال. خلاص، احنا هناخد السيرش، بس قبل ما انسى، عشان في ناس سالتني على اف ايكويشن وقالت لي دي مهمه جدا، وفي واحد جه قال لي ده 3 ارباع الاكسل اف ايكويشن، هي معادلة مهمة وجميلة وبتخلص حاجات كتير، بس هي مش تلات أرباع الإكسل ولا حاجة، الإكسل بحر ملوش آخر. معادلة مهمة جدا وهي ليسون 7 إن شاء الله، الليسون اللي جاي، وهديكوا إف إيكويشن ودروب داون ليست، حاجة جميلة جدا، وإف إيكويشن متركبة على دروب داون ليست، حاجة هايلة. الليسون الجاي إن شاء الله ليسون 7،
وانا بسمي من بره الليسونز باسامي الايكويشنز اللي جواها، عشان اللي قاعدين في الاكسل او كويس في الاكسل او بيدور على حاجه معينه في الاكسل، مجرد يقرا اسم الليسون يوصل للي هو عايزه. خلاص نرجع تاني للسيرش. ايه السيرش؟ اقف على اعلم على الكولم، خلاص كليك شمال واضح لكم بقى انها بتعمل ضوء احمر. اعلم على الكولم ان انت عايز تعمل عليه سيرش، وكنترول اف. طب دي اختصار ايه؟ فايند. كنترول فايند، ففتح لك ايه؟ فايند. خلاص كنترول، ايه انا عملت حاجه، ما عملتش باك، لا مؤاخذه يا جماعه. بص كنترول اف يعني كنترول فايند، فبيفتح لك الايه؟ الصفحه بتاعت فايند اند ريبليس، في فايند وفي ريبليس. تعالوا ناخد الاثنين. فايند انا بقول له فايند وجد لي اللي هي دي كايرو، دوس انتر اهو لقى لك كايرو، انتر تاني كايرو 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 كايرو، واخدين بالكم؟ طيب ممكن تكتب الكلمه كامله كايرو جابها لي، ممكن تكتب جزء جابها لي. خلاص خلاص. طيب ممكن اعلم على كذا كولم، مفيش مشكله خالص، كنترول اف يعني فايند واكتب له كايرو، هيدور على كايرو في الثلاثه كولم اهو لقاها. طيب ممكن اعمل الشيت كله، ممكن اعمل الشيت كله، بس خد بالك كده هيدور لك على كايرو في اي حته في الشيت كله. كنترول فايند كايرو، جاب لك اول كايرو. شيت الاكسل زي ما اتفقنا قبل كده بيبدا فوق على الشمال، يعني بيبدا اي بي سي دي اي اف، وبيبدا ايه؟ 1 2 3 4. فهو اول ما بيدور بيدور ايه؟ فوق على الشمال، في اول كلمه كايرو قابلته شاور لك عليها. انتر تاني، تاني كلمة كايرو، تالت، واخدين بالكو؟ كان في كايرو كايرو تحتيها، ليه راح كده؟ ما هو بيمشي ايه؟ الريكورد الاولاني، الريكورد التاني، الريكورد التاني، خلص الريكورد كله، دخل على الريكورد اللي بعده، الريكورد اللي بعده، وهكذا. خلاص؟ دي كنترول فايند. ممكن اعلم على روز ادور فيها؟ اه ممكن اعلم على روز ادور فيها، انتر اهو، انتر، وهكذا. تعلم على كولم، تعلم على روز، تعلم على الشيت كله، دي كنترول فايند. يا تدوس هنا فايند تكست، يا تدوس ايه؟ انتر. خلاص. طب فايند اول اعمل لك ليست بكل كلمه كايرو اللي موجوده في الشيت. انت مثلا انا مش عايز كايرو بس، لا ده انا عايز جريد كايرو، مش هقول لك عليها. لا ده انا عايز كايرو ويست، مش هقول لك عليها. واخدين بالكم من الحته دي؟ تاني عشان نسيبها بسرعه، يلا نخش على اللي بعدها. انا بدور على كده الشيت كله وعملت كنترول فايند كلمه كايرو، فايه وجدها لي. خلاص كده يدوس انتر، يدوس فايند تكست، انا بقول له لاقي لي التكست ده. طب فايند اول هات لي اي حاجه في الشيت ده كله فيها كلمه كايرو. خلاص. فانا مثلا عايز ايه؟ ممكن اكبر كده، دي حصلت ازاي؟ بصوا اي بوكس بيطلع لكم كده من الويندوز عامه او من الاكسل او من اي حته، بتيجي على الطرف بتاعه كده تلاقي النقط دي كده على الطرف بتاعه، عمل لك السهم ده، يعني هو انت كده ايه بتوسع فيها. بص السهم ده كده، او السهم اللي على اليمين ده كده، او السهم اللي معوج ده، بتعمل في الاتجاهين. خلاص. المهم كبرت التكست، كبرت البوكس، انا عايز كايرو اني واحده مثلا، يعني اللي هي انا ممكن اكبر دي كمان، خدوا بالكم انا ايه، انا بلعب في كل حاجه ايه بوضوح عشان تعرفوها، ولو عملت كمان دبل كليك عليها بعمل له اوتو فيت، يعني اوتو فيت كمان جوه البوكس، اه جوه البوكس اوتو فيت. خلاص. المهم انا عايز دي كايرو، دي بقى اللي هي مش عارف فيكانت كايرو، تخيلوا ان انا اللي بدور على دي، اتك عليها هو جابها لي، بس هي مش باينه لانها ورا البوكس. فين هي؟ اهي السليكشن اهو، دور على السليكشن بتاع الماوس، هو ايه شاور لي عليها. لا طب انا عايز التانية دي، لا ما هي هي،
عايز كايرو تي اللي هي دي، مش هقول لي عليها. خلاص كده، ده ايه الفايند. طب الريبليس، ايه الريبليس؟ هي هي، تعالوا كده، كايرو كايرو. انا عايز بس اوريكم حاجة واحنا بنعمل الريبليس عشان تشوفوها ايه كويس. ايوه، انا عايز حتة كايرو وحتة بني سويف. بص يا جماعة، كنترول فايند برضو، بس هاجي على الريبليس. مثلا هقول له بدل لي كلمة كايرو دي بايه مثلا؟ بالعربي عشان تبقى واضحة، القاهرة. فين التين مربوط؟ بدل لي كلمة كايرو بالقاهرة. راقبوا بقى الكولن ده هيحصل في ايه، بس هعمل هنا ايه؟ ريبليس. لو انا واقف على حاجة معينة، ريبليس اول اللي هو ايه؟ اي حاجة تلاقيها كايرو بدلها لي بكلمة القاهرة. هو بيقول لي ايه؟ all done we made 1800 replacement. كل كايرو بقت ايه؟ بقت القاهرة زي ما انتم شايفين. ممكن اعملها على كولم، اعملها على رو، اعملها على شوية ريكورد كده سيلكتد، اعملها على الشيت كله زي ما انا عايز. تخيل انا عملتها على الشيت كله، بقول له ايه؟ كل كلمة كايرو بدلها لي بالقاهرة ريبليس اول. 3172 ريبليسمنت حصلت. بصوا، كل اللي كان فيها كايرو ايه؟ اتبدلت بقت الايه؟ القاهرة. طب تعالوا بقى نعمل كنترول فايند كده على كلمة كايرو. نرجع بقى لايه؟ لفايند. انا بقول له دور لي على ايه؟ كايرو. ما ايه ده؟ مفيش. We couldn't find what you were looking for. ليه مش لاقي؟ ليه؟ لان انا بدلته كله بكلمة القاهرة. اللي بدلته كله بكلمة القاهرة. خلاص؟ يبقى انا عملت الفايند ان انا ادور على ايه؟ تكست، او ان انا اعمل ايه؟ ريبليسمنت. خلاص كده، البوكس ده بيطلع ازاي؟ كنترول اف. خش على اللي بعدها. الفايند خلصت، هتلاقوها هنا اعتقد. سيرش، والسيرش على الفلتر، وفايند اند ريبليس. ماشي، خلصنا الفايند اند ريبليس. طيب ايه موضوع السيرش على الفلتر ده؟ السيرش والسيرش على الفلتر. بصوا يا جماعة، السيرش على الفلتر هو اللي انا عملته دلوقتي من غير ايه؟ ما تاخدوا بالكم، ان انا افتح الفلتر كده، انا عايز ادور على اليكس اي ال اي. جابها لي، جابها لي. بصوا يا جماعة، انا بشتغل بشيتس صغيرة عشان ما تحملش معايا في الحلقة، بس ايه، في شيتس ممكن تبقى ايه؟ ملايين الريكوردز. واخدين بالكم؟ ممكن في شيتس ممكن تبقى ملايين الريكورد، فبيبقى السيرش فيها صعب، بيبقى السيرش فيها صعب. وبعدين بقى ايه، انا برضو عايز اوريكم حاجة. انا بفتح شيت تاني بس ايه، اكبر شوية، يا رب يفتح. بس بص يا جماعة، الشيت ده ما شاء الله نص مليون ريكورد. بص سي اهو، تعالوا هنا في السيتي برضو، انا عايز ادور على اسكندرية. كنترول اف، اليكس 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 اليكس. اقعد بقى ايه؟ اقعد اعمل كده لغاية ما الاقي الاسكندرية اللي انا عايزها. يعني هو خد بالكم ان في كذا اسكندريه، اقعد اعمل كده بقى لغايه ما الاقي الاسكندريه. انا رحت فين؟ لان انا كده بعمل انتر من غير فايند. ده البوكس ده مش سيلكتد، انا كده بعمل انتر من غير فايند. شايفين البوكس نور تاني ازاي؟ بقى سيلكتد، بعمل انتر، بقول له دور على اليكس. ماشي. طب فاكرين لما كان في يعني مثلا عايزين كولم ان في اليكس بكتابه تانيه؟ مثلا هنا، لا برضو. تعال نرجع للشيت بتاعنا الجميل اللي ما عندناش غيره في الشرح. في عندنا أليكس بحاجات تانية مكتوبة فين؟ هنا مثلا ريبزون أليكس. أليكس 3 ولا أليكس 2 ولا أليكس 2 في حتة تانية باسم مندوب تاني، ولا اليكس 6 عديت عليها انا اهو. واخدين بالكم؟ طيب
هقعد بقى اعمل كده انتر 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 لغاية ما اوصل لأليكس اللي انا عايزها؟ لا، فاحسن من السيرش ده لما يكون الشيت مليان وفي أليكس كتير، أليكس 2 أليكس 1 وأليكس اند بحيرة، بفتح الفلتر بتاعي وبكتب هنا أليكس فيجيب لي كل حاجة فيها أليكس، أليكس 1 و2 و4 و5 وسي ان اس أليكس وسي ان اس أليكس 2. فبعمل كده بشيل السليكشن بتاع اول واختار أليكس اللي انا عايزها وانتر، فجاب لي أليكس اللي انا عايزها. خدتوا بالكم من موضوع السيرش على الفلتر ده وفرقه ايه عن السيرش العادي؟ هو افضل بكتير من السيرش العادي. ليه افضل بكتير من ان انا اعمل كده سيلكت على الكولن من كنترول اف واكتب اليكس وانتر؟ هيقعد يجيب لي اليكس واحده واحده على ما اوصل لاليكس اللي انا عايزها يكون الفجر طلع. احسن من السيرش ده اروح جاي فاتح الفلتر واعمل سيرش على الفلتر واكتب كلمة اليكس فيجيب لي كل حاجة فيها اليكس، اعمل ان سيلكت اول واختار اليكس اللي انا عايزها هو تيفر، يعني انا بدور على اليكس 6 مثلا، واعمل ايه انتر. فجبت اليكس 6 اللي انا ايه كنت بدور عليها. ده السيرش على الفلتر. طب عايز الغي ايه؟ ثواني ثواني، السيرش على الفلتر بفتح الفلتر واكتب هنا اللي انا عايزه، مش لازم الكلمة كلها، جزء بس يكفيني. ما بقاش في كايرو على فكرة لغيناها، نكتب مثلا بحيرة، اكتب جزء بس طلع لي كل ما هو ايه بي اي بحيرة بني سويف وهكذا، واختار اللي انا عايزه. طيب دلوقتي انا لو عندي شيت في فلتر بلغي الفلتر ازاي؟ بعمل كده وسلكت اول اتلغى الفلتر. لو انا عندي كذا كولم في فلتر وانا مش هقعد ادور بقى على كولم كولم، هو انت يا ابني متفلتر ولا مش متفلتر؟ طب واللي جنبه متفلتر ولا مش متفلتر؟ عشان لو ايه لو متفلتر اعمل سيلكت اول والغي الفلتر. لا، طب ما في منتهى البساطه، تعالى هنا عند سورت اند فلتر كلير بيفك لك اي فلتر. تعالوا كده، انا مفلتر هنا وهنا مفلتر هنا، وتعالوا هنا مفلتر هنا وهنا مفلتر هنا. اذا تعالوا كده نمشي على الشيت. هنا في فلتر، تعالوا نمشي تاني، هنا في فلتر وهنا في فلتر. هقعد امشي بقى على كل كولم اشوفه فلترد اور نوت، ولو فلترد افتحه واعمل سيلكت اول عشان افك الفلتر بتاع الشيت كله. لا، بمنتهى البساطه تيجي هنا على سورت اند فلتر كلير فكلك اي فلتر في الشيت، وتعالوا نتاكد ادي ده مش فلتر، ده مش فلتر اهو، لو مشيت عليه كولم من كولم مش هتلاقي ايه اي فلتر في الشيت. وبكده خلصنا السيرش على الفلتر، وخلصنا ازاي نفك الفلتر، وخلصنا ازاي ايه نفك الفلتر. تعالوا نخلص الجزئية بتاعت دي عشان ايه اتكلمنا فيها. احنا قلنا ان الشيت بيبدأ من على الشمال فوق، اي بي سي دي مش عارف ايه، 1 2 3 4 ماشي، 1 2 3 4 دي ملهاش حل ان الشيت تبدأ من فوق لتحت، لكن اي بي سي دي ممكن تتعوج من اليمين للشمال. هتبقوا هنا كده ايه في الفيو، ثواني في الفيو وبيج لي اوت، ثواني انا عايز ابوظ لكم الشيت اصلا. بيج لي اوت انا مؤاخذة يا جماعة، وهتلاقوا حاجة مكتوبة ايه اهي شيت رايت تو ليفت. خدوا بالكم التابس اللي كانت على الشمال بقت على اليمين، العد اللي كان 1 2 3 على الشمال بقى 1 2 3 على اليمين، اي بي سي بقت بتعد من اليمين. خلاص، يبقى لو انتوا عايزين الشيت يبدأ من اليمين هنا هتيجوا على بيج لي اوت وتختاروا ايه
هنخلي الشيت رايت تو ليفت. طب لو هو جاي لكم الشيت معوق كده، يعني بالنسبه لي ده كده ده معوق، لان احنا متعودين ان الشيت من الشمال، ان الاكسل الديفولت بتاعه من الشمال، خلاص بتروح جاي لاغي دي. يعني انت جاي لك شيت كده، بتفتح شيت بمنتهى البساطه، لقيت التاب على اليمين، العد على اليمين، اي بي سي بادئه من على اليمين، غير الديفولت اللي احنا متعودين عليه. بتفتح بيج لي اوت وتلغي الايه دي، تلغي ان هو يخلي الشيت رايت تو ليفت، ورجعنا للديفولت بتاعنا الطبيعي عادي، ان الارقام على الشمال اهيت اي بي سي على الشمال، التابس على الشمال، السكرول على اليمين. خلاص بص يا جماعه، حاجه برضو معلومه كده، ايه النهارده ايه يوم المعلومات الخفيفه الجميله، بس ايه في ناس كتير ايه ما تعرفهاش. لو عندك تابس كتير هنا، لو عندك تابس كتير هنا، بس انا عايز اوريها لكم، انا قصدي ايه ان هيبقى السكرول ده مغطي على اسامي التابس، السكرول ده هيبقى مغطي على اسامي التابس. هنا في تابس مش ظاهره واسم التاب ده مش باين كله، هنا في تابس مش ظاهره واسم التاب ده مش باين كله. شايفين السكرول بار ده، السكرول بار ده ما هو بيصغر، اقف هنا على الدوتس اللي هنا دي وصغره شوية، وممكن تكبره بس، وهو كبير كده في تابس مش ظاهرة وفي تابس أساميها مش كاملة، فأنا بمسكه كده راجع مصغره لغاية ما التابس كلها تظهر وأساميها تظهر، وأدي السكرول زي ما هو شغال معايا. المهم التابس كلها إيه ظهرت وأساميها إيه ظهرت معايا، خلاص معلومة إن السكرول بار ده بيظهر وإيه وبيكبر. خلاص طيب، انا جالي شيت فيه فلتر، انا عايز الغي الفلتر، افتح سورت اند فلتر والغي الفلتر. طب انا عايز احط فيه فلتر، خلاص يبقى الغي الفلتر، افتح سورت اند فلتر واتك على فلتر. طب عايز احط فلتر، سورت اند فلتر واحط فلتر، خلاص لغينا الفلتر وحطينا الفلتر، طولنا السكرول بار وقللناه. خلاص ده موضوع الايه البيج لي اوت، خلاص خلص. كفايه كده على الحلقه دي عشان تبقى حلقه خفيفه، وكمان اللاب بتاعها هيفصل، ونكمل بكره باذن رب العالمين او الحلقه الجايه ان شاء الله زي ما ربنا يسهل لنا. السلام عليكم.